امبارح الحقيقه وانا قاعده كده بقلب على السوشيال ميديا، لقيت يعني سايت على من المواقع يعني الخاصه بالدراسات والحاجه اللي ليها علاقه بصحه الانسان، اسمه ستادي فاينز الامريكي، قال انه الناس اللي عندها نبره صوت عاليه جدا هم اكتر ناس عرضه للاصابه بامراض القلب المرتبطه بانسداد الشرايين. يعني معنى الكلام ده انه في نصيحه عامه بيقولها الموقع انه طول الوقت لازم تبقى حريص على انك انت توطي صوتك وانت بتتكلم. طبعا الحياه العامه اللي احنا فيها في شغلنا واحنا سايقين واحنا مع اولادنا في البيت دايما صوتنا عالي جدا جدا جدا، ودايما حتى لو بنتكلم مع بعض حتى لو بنطلب حاجه من بعض دايما بتلاقي انه الصوت عالي. الصوت العالي مرتبط بالجهاز العصبي اللي اكيد مرتبط بصحه القلب او شرايين القلب، فهنا ده معناه انك انت عرضه اضعاف اضعاف انك انت يجي لك لا قدر الله انسداد في الشرايين او القلب. عشان كده بننصح انه يا جماعه ارجوكم نوطي صوتنا. مش معنى ان احنا نوطي صوتنا ان احنا نهمس او ان صوتنا ميبقاش مسموع للاخر، لا بالعكس، ولكن معنى كلامنا ان احنا نتكلم بهدوء ونبتعد عن او نتجنب الانفعال اللي بيؤدي الى ارتفاع صوتنا.